بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الحطاب المالكي في كتابه المسمى بقرة العين شرح ورقات إمام الحرمين، قال: وهذه الورقات، قلنا الورقات صارت علما على هذا الكتاب الذي يشتمل على هذه الفصول. فعندما يقول الورقات لا تفهم منها الصحائف التي يكتب فيها، وإنما تفهم منها اسم الكتاب الموضوع لهذا الذي بين أيدينا. وهذه الورقات، والورقات عنوان وعلم لهذا الكتاب. في بقى في الكتب يقول لك هو علم شخص ولا علم جنس، مشان لن نبحث في هذا، لأن البحث فيها يعني يذهب بكثير من الكلام للمبتدئين، صعب صعب، هو المكان صعب، مجال صعب، وفيه خلاف شديد بين العلماء. وهذه الورقات تشتمل على معرفة فصول، وهذه الورقات تشتمل على معرفة فصول، يعني هو أراد أن يقول بأن هذا الكتاب المسمى بالورقات يتضمن، تشتمل يعني تتضمن معرفة فصول. وهذا كأنه يقول بأنه من قبيل اشتمال الكل على الأجزاء، يعني هو عندما قال هذه الورقات تشتمل، الاشتمال ده من قبيل اشتمال الكل على أجزائه. هقول لك حاجة، سأقول لك شيئا بطريقة سهلة ونبسط العلوم أكثر من هذا. عندما أقول لك زيد يشتمل على رأس وعلى يدين وعلى قدمين وعلى أعضاء باطنية، هذا يكون من قبيل إيه؟ من قبيل اشتمال الكل اللي هو زيد على أجزائه. لأنني عندما قلت زيد ذكرت هذه الأشياء ولكن ذكرا جمليا. أما أقول زيد هتفهم منه إيه؟ رأس، صدر، بطن، رجلين، أعضاء داخلية وروح، أليس كذلك؟ نعم. ولكن عندما أقول لك زيد رأس وصدر وبطن وقدمين وأعضاء داخلية، يبقى ده من قبيل اشتمال إيه؟ من قبيل اشتمال الكل على أجزائه، أو من قبيل اشتمال المجمل على المفصل، لأن زيد ده جملي، جملي لأننا لم أذكر، لم أفصل أجزاءه. لكن عندما أقول لك زيد يبقى مجمل مكون من كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى هذه الاشتمالية من قبيل اشتمال الكل على أجزائه، أو من قبيل اشتمال المجمل على المفصل. تشتمل يعني تشتمل يعني تتضمن، هذه الورقات تتضمن يعني بداخلها معرفة فصول، والمعرفة والعلم سيان. المعرفة والعلم عند بعض العلماء سيان، وعند بعض وغيرهم يقولون بأن العلم يفترق عن المعرفة، لأن المعرفة إذا أضيفت إلى الحادث اقتضت سبق جهل، وإذا أضيفت إلى القديم لا تقتضي هذا.
وهل ربنا يسمى عارف أو غير عارف؟ بحوث متقدمة لا نريد أن يعني نتطرق إليها. على معرفة عرف يعني علم على علم فصول جمع فصل، والفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين. يقول لك إيه فصلت بينهما يعني حجزت بينهما. والفصل أيضا يطلق ويراد به القطع، فصلت رأسه عن جسمي يعني قطعت رأسه عن جسمي. والفصل أيضا فيه رائحة الحجاب يعني جعلت هذا منفصلا عن هذا يعني جعلت بينهما حجابا مثلا. يعني قال معرفة فصول جمع فصل، وهو اسم، الفصل اسم يعني علم، كزيد اسم لهذه الذات المشخصة، على وهو اسم لطائفة، طائفة يعني جملة، من المسائل، مسائل جمع يا مشايخ جمع مسألة، والمسألة هي التي يقام عليها البرهان في العلم يعني يقام عليها الدليل في العلم. هذه المسائل كثيرة ومتعددة وطائفة، تشترك هذه المسائل في حكم واحد، تشترك في حكم يعني بين هذه المسائل علاقة، بينهما بينها رابط، تشترك في حكم يعني الضمير يعود إلى ضمير الفاعل المرفوع يعود إلى المسائل، تشترك هي أي المسائل في حكم يعني بينها قدر مشترك تجتمع فيه، اقتضت أن تكون تحت فصل واحد كمسائل الإجماع. كل المسائل الموضوعة تحت الإجماع تشترك في قدر بينها وهو أنها متعلقة بالإجماع. الكتاب هو الطائفة الكبرى من المسائل، وتحته أبواب، وتحت الأبواب فصولا، وتحت الفصول مسائل. اضبطها كده، كتاب فباب ففصل فمسائل، فتحت الكتاب أبواب، وتحت الباب فصول، وتحت الفصول مسائل. بسيطة خالص يعني مش محتاجة، لا تحتاج إلى أن يدعي أحد أن المسألة صعبة. وتلك الفصول، تلك إشارة، تلك الفصول التي تشتمل عليها الورقات متعلقة بعلم يسمى علم أصول الفقه، بعلم يسمى علم أصول الفقه. فأنت عايز تقول لي كأنك أردت أن تقول وهذه الفصول إلى أي علم تنتمي وإلى أي علم يعني تسمى، وقلنا هي من علم أصول الفقه يعني كائنة وحاصلة من علم يسمى بعلم أصول الفقه. وأصول الفقه سيأتي أن لها معنيين، معنى إضافي ومعنى لقبي عالمي، وأن العلماء درجوا على الكلام على المعنى الإضافي والمعنى اللقبي، وسيأتي مزيد بيان وشرح وتفصيل لهذا. من علم
أصول الفقه ينتفع به أي بذلك العلم المبتدي وينتفع به غير المبتدي، ينتفع به المبتدي وغيره. وقلنا بأن الناس في العلم ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة المبتدئين، الثانية المتوسطين، الثالثة المنتهين. مرحلة المبتدئين مرحلة شخص لا يتصور المسائل ولا يستطيع أن يستدل عليها، ولذلك كان مبتدي لأنه لسه في البداية، وبداية الأشياء هي التصور. يبقى دي مرحلة اسمها مرحلة اللي هي مشايخ، مرحلة المبتدئين الذي لا يستطيع أن يتصور المسائل، لا يعرفش يعني إجماع، لا يتصور حقيقة الكتاب، لا يتصور حقيقة السنة، لا يتصور حقيقة التخصيص والعموم وإلى آخره، فهو مبتدئ. ومرحلة للمتوسطين وهو الذي استطاع أن يحبك ويتصور المسائل، حصلت صورة المسائل في ذهنه، عرف الحدود وتصورها. وأما المنتهي فهو الذي يتصور ويستطيع أن يستدل، يبقى بيتصور ويدلل ويعلم ويفرع. فهذا الكتاب إذا قرأه المبتدئ على يد شيخ مثلي يستطيع أن ينتفع بهذه الفائدة، وإذا قرأه المتوسط فهم وانتفع واستجد عنده من المعلومات ما يكفي، وإذا قرأه المنتهي وجد فيه بغيته ووجد فيه مطلبه. فالكتاب نافع للمراحل المختلفة من مراحل العلم، يقرأه المبتدي والمتوسط والمنتهي، والكل يجد فيه مطلبه وحاجته وبغيته. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على تعريف أصول الفقه، وهي من الأهمية بمكان، لأن تصور الفن يجعل الإنسان يعرف ما يدخل فيه. طيب، قال: وذلك الإشارة إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور قوله أصول الفقه. وذلك أي لفظ أصول الفقه. سؤال لكم: لماذا قال الشارح لفظ أصول الفقه ولم يقل أصول الفقه؟ هو لماذا ندقق؟ التدقيق هو منهج أصول الفقه. هذا العلم يقرأ على مستوى الحرف، وإن شئت قلت يقرأ على مستوى الحركة وعلى مستوى الشكل. لفظ، هو قال لفظ، وتلك وذلك، إيه وذلك؟ يعني لفظ أصول الفقه، ولم يقل وذلك أصول الفقه.
لأنه إذا أشار فإن الإشارة ترجع إلى نفس المعنى السابق، ونفس المعنى السابق استعمل فيه أصول الفقه بالمعنى اللقبي. شو المعنى اللقبي؟ المعنى اللقبي هو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا هو أصول الفقه بالمعنى اللقبي، بالمعنى العالمي. وهو لا يريد أن يتكلم على أصول الفقه بالمعنى العلمي، إنما يريد أن يتكلم على لفظ أصول الفقه قبل أن يصير علما على هذا الفن، لأنه بعد أن صار علما لا ننظر إليه باعتبار كونه مضافا ومضاف إليه، لأنه ليس كذلك. مش فاهمين ولا ايه؟ صح؟ يعني صلوا على النبي. دلوقتي احنا سميناك عبد الله. عبد الله صار ايه؟ صار مركب ولا صار مفرد؟ بعد التسمية وبعد جعله علما عليك صار مفردا. اوله العين واخره الهاء. ليس مركبا. وقبل أن نسميك بعبد الله هو مركب. طب ما هو المركب وما هو المفرد؟ المركب هو ما يدل جزءه على جزء معناه. فقبل أن نسميك بعبد الله، وكان عبد الله مركبا يدل على الطرف الأول وهو عبد، ويدل على الطرف الثاني وهو لفظ الجلال، يعني العبد المنسوب إلى الله. فعندما نستعملها غير علم نقول أنت عبد الله، يعني أنت عبد منسوب إلى الذات الواجبة الوجود المستحقة لجميع المحامد. فهو مركب لأنه يدل جزءه وهو الجزء الأول على ذلك الشخص عبد، على العبودية، والجزء الثاني يدل على لفظ الجلالة وهو الله، والجزء الثالث وهو جزء الإضافة على نسبة العبد وتعلقه بالذات الواجبة الوجود المستحقة لجميع المحامد. فهو قبل أن يصير علما عليك قبل ذلك كان مركبا، وهذا المركب يدل جزءه على جزء معناه. وبعد أن صار علما عليك أصبح لا يدل إلا عليك، ولا يدل جزءه على جزء معناه. فلا يدل عبد على جزء جسمك، الرأس أو الأنف أو البطن أو الرجل، ولا يدل الله لفظ الجلالة على أي شيء منك. مثل زيد، زيد لو أخذنا الزاي من زيد هل تدل على رأسه، على قلبه، على كبده، على لحمه؟ لا. والياء لا تدل على جزء المعنى اللي هو جزء الذات، والدال كذلك لا تدل على جزء الذات. ولذلك هناك فرق بين كونه مركبا إضافيا وبين جعله علما اسما لذلك الفن. قبل أن يجعل أصول، قبل أن تجعل أو قبل أن يجعل ذلك اللفظ علما على ذلك الفن المكون من ثلاثة أبحاث: معرفة أصول الفقه، أدلة الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة، وحال المستفيد، كان مركبا إضافيا. والمركب الإضافي يتكون من ثلاثة أقسام: المضاف والمضاف إليه والإضافة. شيء الإضافة
اللي هي الرابطة العقلية ما بين الجزء الأول وهو عبد وبين الجزء الثاني وهو الله. فهو يريد أن يتكلم على أصول الفقه قبل أن تجعل علما على ذلك الفن المدون. ولذلك قال لفظ أصول الفقه ولم يقل وذلك، أي أصول الفقه، لأنه ليس مركبا إضافيا، لأننا نتكلم عليه باعتبار ما بعد النقل. يعني أصول الفقه قبل أن تنقل كانت مركب إضافي، بعد أن نقلت وجعلت علما على ذلك الفن المدون المكون من ثلاثة أقسام لم تكن مركبة وإنما كانت مفردة. وهذا أوجه الخلاف ما بين المعنى اللقبي وما بين المعنى الإضافي. وذلك أي لفظ أصول الفقه، يعني كأنه أراد أن يقول، ممكن تكتب كده جنبها وتقول قبل، اللي عايز يكتب كده، وأنا إن شاء الله أحاول أبسط لكم بعبارات، اللي عايز يكتب تقول وذلك أي لفظ أصول الفقه، أي اكتب كده وقول أي قبل جعله علما على ذلك الفن المدون. بس كده، فأنا عندي أصول الفقه، لفظ أصول الفقه وليس لقب وعلم أصول الفقه، مكون من جزئين ظاهرين مرئيين، وعندنا جزء ثالث عقلي وهو الإضافة. المضاف هو الجزء الأول، والمضاف إليه هو الجزء الثاني، والثالث وهو اللي هو الجزء العقلي اللي هو الأصول المنسوبة إلى الفقه، أصول الفقه. أصول الفقه يعني الأصول المنسوبة إلى الفقه. طيب الفقه وهو الجزء الأول، وهذا نتكلم عليه باعتبار كونه مركبا إضافيا مكون من ثلاثة أجزاء، مضاف ومضاف إليه وإضافة. المضاف وهو الأصول، والمضاف إليه وهو الفقه، والإضافة وهي الأصول المنسوبة إلى الفقه. طيب جميل، هذا جميل، نقرأ بقى معنا كده هو واحدة واحدة. وأما أحده أي لفظ أصول الفقه له معنيان، أحدهما معناه الإضافي وهو ما يفهم من مفرديه عند تقييد الأول بإضافته للثاني. يبقى ما هو المعنى الإضافي؟ عرفه لك بطريقة سهلة جدا، اللي هو ما يفهم، يعني الذي يفهم من مفرديه اللي هو الأصول والفقه عند تقييد الأول وهو الأصول بكونه فقها. واضح؟ يبقى ما هو المعنى الإضافي؟ تقول هو الذي يفهم من مفرديه، يفهم المعنى الإضافي من أصول، ويفهم المعنى الإضافي من الفقه عند تقييد الأول وهو الأصول
بكونه منسوبا إلى الثاني وهو الفقه، بس كده. يبقى هو ده المعنى الإضافي. وهذا مكون من ثلاثة أجزاء. طيب عندي معنى آخر اسم المعنى الإيه؟ اللاقبي. المعنى اللاقبي وهو المعنى الذي أخذنا لفظ أصول الفقه وجعلناها علما واسما لهذا الفن. يبقى أصول الفقه أخذنا هذا اللفظ وجعلناه اسما ولقبا وعلما للفن المكون من ثلاثة ملفات كبرى: معرفة أدلة الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. وهذا هو المعنى اللقبي. المشعر بمدحه عندما أقول لقب، لقب يعني إيه؟ يعني ما يفهم منه رفعة المسمى، أو يفهم منه ذم المسمى، أو ضعة المسمى، لأن اللقب هو كذلك ما يشعر برفعة مسماه، أو يشعر بضعة مسماه، إن مسماه وضيع أو مسماه رفيع. هناك شخص يسمى زين العابدين، فهذا لقب لأنه يشعر بأنه زين، يعني كأنه يعني يمدح ذلك الشخص بأنه زينة العباد، زينة القائمين الصائمين المطيعين لله سبحانه وتعالى. وعندما أقول مثلا زيد أنف الناقة، ده انت شبه أنف الناقة، واسعة وكبيرة هكذا، لا يشعر بضاعة المسمى. يبقى زيد أنف الناقة يشعر، ذلك لقب يشعر بضاعة المسمى. وعلي زين العابدين لقب يشعر برفعة المسمى. طب أصول الفقه تشعر بالرفعة أم تشعر بالضعة؟ لا، تشعر بالرفعة، لأن الأصول منسوبة إلى الفقه، والفقه هو أعلى علوم الشريعة، فيتشرب أو تتشرب الأصول رفعتها من رفعة المنسوبة إليه وهو الفقه. أنت منسوب إلى أعلى الأقوام كالمنسوب إلى آل بيت رسول الله، يتشرف بشرف النسبة ويرتفع ويرتقي برقيها وارتفاعها، فهو منسوب إلى بيت النبوة، فيتشرب من بيت النبوة الشرف والكرامة والوجاهة والأصالة، لأن الشيء يتشرب شرفه ورفعته من الذي ينتسب إليه. أنت منتسب إلى الإسلام فأنت شريف وعلي القدر والمقام بنسبتك إلى الإسلام. فهو لقب، أي يشعر برفعة هذا الفن، لأن هذا الفن مما ينبني عليه الفقه، وهذا الفن هو القواعد الكلية التي تستنبط منها الأحكام، والأحكام هي أشرف علوم الشريعة، فيكون الذي صار دليلا لهذه الأحكام كذلك من أشرف علوم الشريعة. هب أن أباك يعني عالي القدر موظفا كبيرا في الدولة، أنت تتشرب من قوته ومن منصبه على سبيل المثال يعني. وثانيهما، أي ثاني المعنيين، معناه اللقبي
وهو العلم اللي هو ايه؟ معرفة أصول الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهو العلم الذي جعل هذا التركيب الإضافي لقبا له، مش العلم، العلم. يبقى المعنى اللقب اللي هو ايه؟ اللي هو العلم الذي جعل هذا التركيب الإضافي لقبا له. يعني هو اللقب هيبقى للعلم ولا هيبقى للعلم؟ للعلم. يبقى تقول كده العلم بكسر العين وسكون اللام، لأن اللقب إنما كان لقبا للعلم. ولذلك زين العابدين لقب لعلي ولا لقب لهذه الذات؟ لا، لقب للذات. الذي جعل هذا التركيب، وهو تركيب أصول الفقه، الإضافي لقبا له، أي للعلم، لقبا للعلم. وقلنا اللقب هو الذي يشعره برفعة المسمى أو ضعة المسمى، وهو هنا مشعر برفعة المسمى. ونقل عن معناه الأول إليه، يعني نقل لفظ أصول الفقه من المعنى الإضافي وهو الأصول المنسوبة إلى الفقه إلى ذلك العلم المكون من ثلاثة ملفات كبرى: معرفة أصول الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. ونقل عن معناه الأول إليه، يعني نقل ذلك اللفظ من المعنى الأول وهو المعنى الإضافي الأصول المنتسبة إلى الفقه إلى المعنى الثاني وهو المعنى اللقبي. وهذا المعنى الثاني اللي هو المعنى الايه؟ اللقبي، ذكره المصنف بعد هذا في قوله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال إلى آخر، وسوف نتكلم عليه عندما نصل إليه. طيب، والمعنى الأول الذي بينه بقوله اللي هو المعنى الايه؟ الإضافي. قال بقى في المعنى الإضافي: وأصول الفقه، يعني لفظ أصول الفقه، مؤلف من مفردين. يعني بطريقة سهلة كده، أصول، لفظ أصول الفقه مركب من مفردين، من أصول ومن فقه، مفردين. إيش هو معنى المفرد؟ لو قلنا المفرد هو ما يقابل المثنى والجمع، ما هو أصول جمع، كيف يقول إن أصول مفرد وهي جمع؟ فلا يصح المفرد بهذا المعنى، المفرد بهذا المعنى لا يصح، لأن الأصول جمع وليست مفردة، ولذلك لا يصح. ما لا يصح إيه؟ ينفع نقول إن مفرد يعني ما قابل الجملة وشبه الجملة؟ لا، لأن المفرد يطلق ويراد به ما قبل الجملة وشبه الجملة. عندنا الخبر على ثلاثة أنواع: إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون جملة، وإما أن يكون شبه جملة. لو مفرد يبقى إيه؟ زيد شجاع، لأن ده هيبقى قائم، ده هيبقى شبه جملة، هيبقى جملة قائم هو. طيب، يبقى زيد شجاع، زيد قائد، بس خلينا في الشجاع لأنها مش يعني مش مشتقة. زيد قوي، كويس، يبقى قوي هنا ايه؟ مفرد، لأنها ليست جملة ولا شبه جملة. طب والخبر الجملة، ما هو إما أن يكون جملة اسمية أو يكون جملة فعلية: زيد ذهب إلى الرواق الجاوي لتعلم أصول الفقه في كتاب قرة العين.
ذهب. ذهب دي جملة، الخبر هو ذهب، والخبر ده ايه؟ جملة. وجملة ايه؟ جملة فعلية. زيد قائم الليل وصائم النهار. قائم في الليل وصائم في النهار، ادي جملة وجملة اسمية. طب شبه جملة، زيد فوق الشجرة، زيد تحت السماء. دي شبه جملة اهو، تحت فوق، لان ده ظرف اهو. زيد في المدرسة، جر ومجرور، شبه جملة. يبقى لا يريد بالمفرد هنا ما قابل الجملة وشبه الجملة، لأنه لا معنى له هنا. أمال يريد بالمفرد إيه؟ أراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. الله، هو العلم كده كله يعني جملة واحدة؟ نعم. يعني بقى ما لا يدل جزءه، يعني لو أخذنا لفظ زيد وأخذنا الزاي من زيد، هل زي زيد تدل على رأسه؟ لا. تدل على بطنه؟ لا. تدل على قدمه؟ لا. طب والياء؟ طب والدال؟ كذلك. طب هيا بنا نأخذ ذلك من أصول الفقه. لو أخذنا لفظ أصول، أو لو أخذنا، مش لفظ أصول بقى، ما هو بيقول المفرد اللي هو إيه؟ اللي هو لفظ أصول. لو أخذنا الهمزة من أصول، هل الهمزة تدل على جزء من معنى الأصول؟ لا. الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره، يبقى هي لا تدل على جزء المعنى ولا على أي شيء من المعنى. والصاد كذلك، والواو كذلك، واللام كذلك. يبقى مفردة بمعنى أنه لا يدل جزءها على جزء المعنى دلالة مقصودة. بلاش دلالة مقصودة عشان ما ندخلكوش في متاهات. يبقى مؤلف أي مركب من جزئين، يعني إيه؟ يعني جزئين، ده باعتبار الظاهر اللي هو أصول والفقه، وهناك جزء ثالث عقلي، لكنهم تركوا الكلام عنه لدقته. من التأليف، يبقى مؤلف يعني ايه من التأليف يا مشايخ؟ يعني عايز يقول لك مؤلف ده اسم مفعول، واسم المفعول مشتق من المصدر، وهو التأليف. ألف يؤلف يا مشايخ تأليفا. يبقى من التأليف يعني مشتق من التأليف، مؤلف مشتق من التأليف. وما هو التأليف؟ قال التأليف هو حصول الألفة بين الشيئين. لما تقول تآلفنا، التقينا فتآلفنا، يعني ايه تآلفنا؟ يعني حصلت الألفة والتناسب بين الناس، يا يعني وجدت المحبة، وجد يعني التناسب، وجد القبول، لم يوجد التنافر، هي دي الألفة. والألفة دي المحبة، يعني عدم المنافرة، عدم الضدية. تقول سبحان الله، عندما رأيت ذلك الشخص لم أجد في قلبي ألفة له. يعني يعني القلب نفر منه، مش طيب، مش حبه، مش مرتاح له، مش متناسب معاه. أفكارنا مختلفة، شخصياتنا مختلفة، أسلوبنا مختلف، لا نستطيع أن نتواصل معا. يعني سبحان الله، مفيش ألفة، يبقى مفيش تأليف. لكن أصول الفقه يقول لك مؤلف، يعني بين أجزائه، أي بين جزء أصول وبين جزء
فقه حصلت الألفة وحصلت المناسبة، لأن الأصل مع الفقه يعني إيه؟ يعني دليل الفقه، وبين الدليل والمدلول مناسبة وارتباط وألفة وعدم منافرة. كلام جديد. وهو حصول الألفة والتناسب بين الجزئين، يعني بين جزء الأصول وبين جزء الفقه، حصلت الألفة والمناسبة بينهما، حيث إن الجزء الأول سيأتي أنه بمعنى الدليل، والجزء الثاني سيأتي أنه بمعنى الفقه، يعني دليل الفقه. والعلاقة بين الدليل وبين المدلول علاقة تناسبية، علاقة تآلفية، علاقة ليست فيها منافرة، حيث إن الدليل هو الذي يستنبط منه الفقه. فهو أخص من التركيب، هو اللي هو يا مشايخ التأليف، وهو حصول الألفة بين الأشياء، والتركيب مطلقا، التركيب أعم، لأنه ضم كلمة أو ضم شيء إلى آخر، سواء كان بينهما ألفة أو لم يكن بينهما ألفة. هذا هو التركيب، لأنك جعلت شيئا بجوار شيء، قد يتناسبان ويتآلفان، وقد لا يتناسبان ولا يتآلفان. ولذلك كان التركيب أعم أوسع من التأليف، حيث إن التركيب يشمل ضم شيء إلى شيء مع حصول ألفة، ويشمل أيضا ضم شيء إلى شيء مع عدم حصول ألفة. فالتركيب يدخل فيه التأليف. واضح؟ فيها حاجة نسهل أكتر من كده قول لي. وقيل، هذا قول آخر، إنهما أي التأليف والتركيب بمعنى واحد، فكل ما هو تركيب يكون تأليف، وكل ما هو تأليف يكون تركيبا، ولا فرق بينهما، كالإنسان والبشر، فالإنسان هو البشر والبشر هو الإنسان، يعني مترادفين. يعني وقيل إنهما بمعنى واحد، اكتب جنبها كده، يعني مترادفين، فما يطلق على أحدهما يطلق على الآخر. مؤلف من مفردين، من جزئين مفردين، قوله مفردين من الإفراد المقابل للتركيب، قلناها التركيب اللي هو يا مشايخ اللي هو ما، يعني شيء يدل جزءه على جزء معناه، والمفرد على طول نقيض ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كعبد الله عبد الله مركبا إضافيا، فالجزء الأول يدل على العبودية، والجزء الثاني يدل على اسم الجلالة، والجزء الثالث يدل على العبودية المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أو هذه الثلاثة فهمت من المركب الإضافي، ولكن المفرد زيد، الزاي لا تدل على شيء من مسمى زيد، والياء لا تدل على شيء من مسمى زيد، والدال كذلك لا تدل على شيء من مسمى زيد. فالإفراد هنا ما قابل التركيب، يعني ما لا يدل جزءه على جزء معناه. لا من الإفراد المقابل للتثنية والجمع، لأن
الإفراد المقابل للتثنية والجمع يتعارض مع قوله أصول، حيث إن أصول جمع مفردها أصل، فإن الإفراد يطلق في مقابلة كل منهما. يعني تقول على سبيل المثال مفرد يعني إيه؟ يعني ما قابل المثنى والجمع، مفرد يعني ما قابل الجملة وشبه الجملة، مفرد يعني ما لا يدل الجزء على جزء معنى دل المقصود كده. فهمنا؟ عشان لو عملنا امتحان الطلبة هيمشوا خلاص، مش هنعمل امتحان. النبي ما انتم مروحين، هنمتحن ليه؟ انتم اللي تمتحنونا مش احنا اللي نمتحنكم. ولا تصلح إرادة الثاني هنا، اللي هو ايه الثاني يا مشايخ؟ اللي هو المقابل للتثنية والجمع. نعم صحيح، لأن أحد الجزئين اللي هو أصول اللذين وصفهما بالإفراد، لأنه قال أصول الفقه مفردين، فحكم على الجزء الأول وهو أصول بالإفراد، وحكم على الجزء الثاني وهو الفقه بالإفراد. بالإفراد لفظ أصول وهو جمع، وفي كلامه إشارة لذلك حيث قال فالأصل. كأنه يشير ولك انتبه واعلم أن الأصول التي مفردها أصل. فهمنا كده؟ مفردها أصل، يبقى هو لم يرد بقوله مفردين ما قابل المثنى والجمع. طيب المفرد الذي تعريف الأصل، فالأصل والفاء هنا يقولون عنها بأنها إيه؟ فاء الفصيح. يبقى الفاء دي اسمها يا مشايخ؟ الفاء دي اسمها ايه؟ فاء الفصيحة. يعني ايه فصيحة؟ يعني انها تفصح عن شرط مقدر. فاء الفصيحة اللي هي مشايخ تفصح عن شرط مقدر. فين بقى شرط المقدر؟ شرط المقدر هنا يعني إذا أردت معرفة الجزئين المفردين فنقول في بيانهما الأصل ما بني عليه غيره. يا سلام، يبقى اسمها يا مشايخ فاء الفصيحة، وربنا يجعلكم من أهل الفصيح ويرحمنا من أهل الفضيحة، لأن أهل الفضيحة الذين يعني يظهرون المعيب ويجعلونه عنوانا له. طيب قال ما بني عليه غيره، ما يعني إيه؟ يعني شيء، ما نكرة بمعنى شيء، ما يعني يا مشايخ يعني ناكرة بمعنى شيء. بني، بني يعني وضع، البناء معناه الوضع، وضع شيء على شيء، يعني جعل شيء على هذا الشيء. بني عليه يعني جعل على ذلك الشيء غيره، يعني وضعنا على ذلك الشيء شيء آخر. يبقى الشيء الأول الذي وضع عليه هذا يسمى أصل، والثاني يسمى فرع. بس كده؟ طيب زي ايه كده؟ قالوا مثل الشيء المحسوس أو المعقول الذي يبنى عليه غيره يسمى ذلك أصل. يبقى البناء إما أن يكون أننا بنينا على ذلك الشيء شيء آخر محسوس، أو جعلنا عليه شيء آخر معقول ليس محسوسا ولا يشار إليه بإشارة حسية. مثل إيه؟ كبناء هذا الدور الثاني على أعمدة الدور الأول،
فهذه الأعمدة، هذا العمود يسمى أصل. لماذا؟ لأن هذا السقف قد جعل على هذا العمود، فهذا العمود أصل وهذا السقف فرع، من حيث إنه بني عليه، من حيث إنه بني عليه، لأن الحيثية مراعاة في التعاريف. ليه؟ لأن الشيء قد يكون أصل وفرع من جهتين مختلفتين. ولذلك قالوا من حيث إنه قد بني عليه غيره. طيب، شيء جميل. يبقى ما يعني سواء كان شيئا محسوسا أو معقولا، بني عليه كأصل الجدار الذي هو أساسه. كأساس الجدار، الأساس إيه؟ الدور الثاني ده أساسه الذي أقيم عليه هذه الجدرانات. يبقى هذه الجدرانات أصل، والدور الذي فوقها وهذا السقف فرع. بس خلي بالك إن السقف ده بني عليه الدور الذي بعده، فيكون هذا السقف بالنسبة للدور الذي بعده أصل، وبالنسبة إلى أنه قد بني على غيره يكون إيه؟ فرع. فانتبه إلى هذه الحيثية، لأن الحيثية مراعاة في التعاريف. فيش أسهل من كده والله. فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول، الذي هو مفرد الجزء الأولي، ما بني عليه غيره. وضرب أمثلة لذلك وقال كأصل الجدار، أي أساس الجدار. الجدار اللي هو الحائط، هذا الحائط قد بني على غيره، وهذا الذي بني عليه يسمى أصلا، والجدار الجدار الذي بني على ذلك يسمى فرعا، من حيث إن الجدار قد بني على غيره، ومن حيث إن الأساس قد وضع عليه غيره. وأصل الشجرة، وتقول أصل الشجرة، يعني أصل الشجرة يعني طرفها الثابت في الأرض، طرفها الثابت في الأرض، يعني طرف الشجرة الثابت في الأرض بيتسمى إيه؟ أصل. إيه؟ لأنه هو ده التي أقيمت الشجرة عليه، باعتبار أنها أقيمت عليه. طيب، جميل. قال وهو أقرب تعريف للأصل، يعني هذا التعريف هو أقرب التعريف للأصل. فإن الحس يعني الرؤية، حس يعني الرؤية الحسية. يبقى الحس هنا أطلق الحس الذي يشمل الحواس الخمسة وأراد بها الرؤية. فإن الرؤية تشهد له، ما احنا شايفين يا أولاد إن الشجرة أقيمت على هذا الجزء الذي ثبت في الأرض. طب لو الجزء ده لم يكن ثابتا في الأرض، ما كانتش بقت الشجرة قائمة هكذا. طب والجدار لو لم يكن تحته يعني أصل يبنى عليه أو شيء يوضع عليه، لما وقف الجدار هكذا كما ترون. فإن الرؤية تشهد يعني دليل لهذا المعنى، كما في أي كالذي في أصل الجدار، الجدار والشجر، وكذلك الموجود في أصل الشجرة. فأصول الفقه على هذا، يبقى أصول الفقه يعني إيه؟ قال ويبقى الأصل يعني الفقه ده بني على هذا الأصل. وما الذي بنيت عليه؟ بني عليه الفقه اللي هو الأدلة. يبقى الأصل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الأدلة، أدلته التي بنيت عليها تلك الفروع، لأنه لا
فقه إلا بدليل، ولا حكم إلا بدليل. ولذلك الأخوة السلام بيقول لك أين الدليل؟ كأنه فاكرين أن الأئمة المتبعين يقولون أحكاما بمحض آرائهم، وكأنهم مشرعون، حاشاهم أن يفعلوا هذا، إنما سوء طوية وسوء باطنية من الطائفة السلفية. لأنه بيقول لك أهو أصول الفقه، أدلة الفقه، أدلته أي الفقه التي يبنى الفقه عليها، أي على تلك الأدلة. واضح ولا مش واضح يا مشايخ الإسلام؟ واضح. وهذا أحسن، هذا المعنى يعني الذي ذكره، أحسن من قولهم، أي من قول بعضهم، الأصل هو المحتاج إليه، الأصل هو المحتاج إليه. وهذا قام قول الإمام، الإمام الرازي بيقول إن الأصل هو المحتاج إليه. طب لماذا كان الأصل بهذا المعنى غير مرضي؟ قال لأنه ليس هذا المعنى موجود في كل ما اتفق على أنه أصل. يعني إيه؟ يعني ليس جامعا، وعدم جامعية التعريف تضر. يعني إيه جامع؟ يعني شامل لكل الأفراد. قال فإن الشجرة، وهذا تعليل كأنه قال، والدليل على ذلك أن الشجرة محتاجة إلى الثمرة من حيث كمالها، ما بعد حيث تبقى يا أولاد مرفوع، لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل على الراجح، من حيث كمالها مش من حيث كمالها. يعني الثمرة تزين الشجرة، أليس كذلك؟ وتجعل لها رونقا وبهاء ومنظرا جميلا. فالشجرة حتى تكون شجرة كاملة تحتاج إلى الثمرة التي تزينها. ولم نقل بأن الثمرة أصل للشجرة، حد قال إن الثمرة أصل للشجرة؟ لا، مع أن الشجرة محتاجة إلى الثمرة حتى تتم للشجرة كماليتها وبهاؤها ورونقها. عارف الشجرة اللي بره دي لو نزلت الثمرة كده اهو يا تبقى جميلة. فالشجرة تحتاج إلى الثمرة حتى تكون كاملة ومكتملة، وحتى تكون مرونقة ومزينة وتكون كاملة. وهل هناك من يقول بأن الثمرة أصل وأن الشجرة فرع؟ لا. وإذا كان الأمر كذلك فيكون المعنى غير مقبول، إن الأصل هو المحتاج إليه. فإن الشجرة محتاجة إلى الثمرة من حيث كمالها، وليست الثمرة أصلا للشجر. ولم يقل أحد بأن الثمرة أصل وبأن الشجرة فرع، إيه؟ حدش بيقول الكلام ده. يبقى بطل هذا المعنى، وهو أن الأصل هو المحتاج إليه، لأن الثمرة يطلق عليها أنها محتاج إليها. محتاج إليها في إيه يا مولانا؟ في الكمال، في الزينة، في الصورة الحسنة. وكذلك أحسن من قولهم الأصل
ما يعني شيء منه أي من هذا الشيء حصل شيء آخر. ما منه الشيء، وهذا أيضا غير مقبول. لماذا؟ ما هو بيجيب لك الدليل. لماذا كان هذا التعريف الأول أفضل من سائر التعاريف؟ هذا ليس بالتشهي، هذا ليس بمحض الاختيار، بل بالأدلة والبراهين الدامغة التي يشهد لها الحس قبل أي شيء. قال: ومن قولهم الأصل ما منه الشيء، وهذا ما اختاره صاحب الحاصل والصفي الهندي. فإن الواحدة من العشر ما منه الشيء، يبقى الواحد من العشر، وليست العشرة أصلا له. الواحد من أجزاء العشرة، العشرة اهي، اهي 17 صوابع اهو، شايفين؟ الواحد ده من العشرة ولا لأ؟ جميل. هل ينفع أقول العشرة أصل للواحد؟ طيب، يبقى ما ينفعش أقول إن الأصل ما منه الشيء. الأصل أهو العشرة أهي، منها إيه؟ منها الواحد. يبقى ليست العشرة أصل للواحد، ده العكس هو اللي كده، لأن الواحد ده جزء مكون للعشرة، ولذلك بطل هذا المعنى. يقول لك كده هو ما منه الشيء، العشرة هي الواحد منها، وليست العشرة أصل للواحد. فإن الواحدة من العشرة، العشرة هي منها الواحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر، يبقى الواحد من العشرة، الواحد اهو العشرة مجموع هذه، وليست العشرة أصل للواحد ما منه الشيء. ما هو صح، الواحد ده من الايه؟ من العشرة، وليست العشرة أصل للواحد. ولما عرف، انتهينا من تعريف معنى الأصل. يبقى الأصل هنا المراد به يا مشايخ الإسلام، المراد به الدليل، ويأتي الأصل في الاصطلاح ويراد به جملة من المعاني هنقول عليها حاضر. ولما عرف الأصل، ولما ذكر يعني تعريف الأصل، عرف مقابله، يعني ذكر الأصل وذكر ما يقابله وهو الفرع، لأن الاتنين ما بينهم إيه؟ ما بينهم علاقة. الأب يبقى فيه ابن، والابن يبقى فيه أب، فالأب يقابل الابن والابن يقابل الأب، مش مقابلة يصافحان بعضا، لا مش كده يا مشايخ، خليكم معانا وما تخليكوش مع الأعداء. ولما عرف الأصل، يعني لما ذكر تعريف الأصل بما سبق، عرف مقابله وهو الفرع على سبيل الاستطراد، والاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لعلاقة بينهما. طب فين بقى انه هنا اصلا ده هو بأصول الفقه، فهنا مش مكان او ليس مقام الكلام على
الفرع، ده انت بتتكلم على الاصل وبتتكلم على الفقه. فلما تذكر الفرع يكون ذكرك له ذكرا في غير محله، لانك تتكلم على المعاني الاضافيه، والمعنيين الاضافي والمعنى الاضافي ليس منه الفرع، ده منه الاصل ومنه الفقه. لكنك لما تكلمت عن الفرع عن الاصل، والاصل يقابله الفرع، كان هناك فائدة لذكر الفرع، لأن الأضداد تتميز بأضدادها، الأشياء تتميز بأضدادها، ولأن الضد أقرب حصولا في العقل عند ذكر ضده. عندما تقول البياض يخطر في ذهنك السواد، لأن في ارتباط سريع شديد، تذكر الحياة على طول يخطر بذهنك ما يقابلها وهو الموت، تذكر الأصل على طول ذهنك ينصرف إلى ذكر الفرع، لأن الضد أقرب إلى ضده. ولذلك قال وبضدها تتميز الأشياء، والضد أقرب حصولا في الذهن عند ذكر ضده. فكان ذلك على سبيل الاستطراد، لأن المركب الإضافي ليس فيه ذكر الفرع، وإنما ذكر الفرع من أجل أنه ذكر الأصل، والأضداد إنما تحصل في الذهن بذكر أضدادها. فقال والفرع ما بني على غيره، عكس الأصل على طول. يبقى والفرع ما بني على يا مشايخ، ما بني عليه، ما بني على غيره، من حيث إنه قد بني على غيره. يبقى ما بتقول شيء سواء كان حسيا أو معنويا. حسي يعني الدور الثاني ده، السقف ده بني على ذلك الجدار، ولذلك هذا السقف بني على الجدار، فيكون السقف فرعا من حيث إنه قد بني على هذا الجدار، ويكون ذلك الجدار أصلا. ما بتقول شيء يبنى يعني يوضع على غيره. والحكم الشرعي أو الحكم ندب الوتر، ده فرع لأنه بني على الدليل واستنبط من الدليل، ولكن هذا الندب أمر عقلي، يعني ايه متصور بالعقل، ما نقدرش نشوفه بعينينا ولا نشمه بأنفنا ولا نلحسه بلساننا ولا نلمسه بأيدينا، صح كده؟ ومش شامين ريحة الندب. هو ريحة الندب حلو؟ مفيش. فقال والفرع ما يعني شيء محسوس أو معقول، يبنى يوضع على غيره من حيث إنه قد وضع على غيره، كفروع الشجرة، يعني كوضع فروع الشجرة على أصلها، وهو طرفها الثابت في الأرض. وبناء الفروع الفقهية وهي الندب والواجب إلى آخره على الأدلة. فضرب مثالا حسيا وهو فروع الشجر، وكذلك يعني مثالا معنويا وهو فروع الفقه المبنية على الأدلة. طب يعني هنا في فائدة ذكرها علماؤنا، وهو أن الدليل يأتي بحسب الاصطلاح على أربعة معاني. يأتي الدليل، مش الدليل بقى، يأتي الأصل، الأصل معلش، الأصل له أربعة استعمالات بحسب الاصطلاح. احنا لما ذكرنا معنى الأصل ذكرنا معناه في اللغة، لكننا أردنا أيضا أن نكمل الفائدة بذكر معاني الأصل في الاصطلاح.
فيأتي الأصل بمعنى الدليل أي من الكتاب والسنة. تقول الأصل في وجوب الصلاة صلاة الخمس مثلا يعني الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالأصل هنا يعني إيه بمعنى الدليل، يعني الدليل على وجوبها الكتاب أي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي علمائها. ومنه أصول الفقه أي أدلة الفقه، يعني الأدلة المخصوصة. خلي بالك لأنه ممكن يختلط على بعض الناس، ما أنت قلت لي قبل كده إنه ما يبنى عليه غيره، أصل يبنى عليه غيره ده أوسع، سواء كانت أدلة أصولية سواء كانت كذا كذا إلى آخره، لكن الدليل بهذا المعنى أخص من الدليل بالمعنى اللغوي، يعني أخص من الأصل بالمعنى اللغوي. فعندما نقول الأصل يعني إيه؟ يعني الدليل. أصول الفقه يعني أدلة الفقه، يبقى استعملنا أصول التي مفردها أصل بالمعنى الاصطلاحي لا بالمعنى اللغوي. والعلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي اللي هو ما بني عليه غيره ومعنى أن الأصل هو الدليل، العلاقة بينهما العموم والخصوص، لأن ما يبنى عليه غيره أوسع والدليل الشرعي أضيق. جديدة دي. طيب، ويقال الأصل، ويأتي الأصل بمعنى الرجحان كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح في الكلام الحقيقة، يعني إذا تكلمت بكلام فإن العقل ينصرف إلى المعنى الحقيقي لا إلى المعنى المجازي، ولذلك يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح في الذهن عندما يتكلم المرء بكلام أن يذهب الذهن إلى المعنى الحقيقي لا إلى المعنى المجازي، وبمعنى أنه عندما يتردد الكلام بين معنى مجازي ومعنى حقيقي فإنه يحمل الكلام على المعنى الحقيقي لا على المعنى المجازي. ويأتي الدليل بمعنى القاعدة المستمرة. المستمرة يعني مستمرة، يعني مستمرة في أجزائها، مضطردة في مفرداتها وأجزائها، نحو إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. تقول إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، يعني على خلاف الأصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة، فإن القاعدة المستمرة في الميتة أنها حرام. فعندما يكون هناك اضطرار تكون الميتة حلالا على خلاف القاعدة المستمرة. ويأتي الأصل بمعنى المقيس عليه، طيب جميل. احنا في القياس بنقول ايه بقى؟ بنقول لك الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل. الأصل هو الصورة المقيس عليها، زي ما بتقول ايه بقى؟ الأصل أو النبيذ الأصل فيها الخمر، يعني هي مقيسة على الخمر. طيب مسألة سهلة، خلصنا من ما قلنا فيه، يلا خش على الجزء الثاني. والفقه، الفقه الذي هو الشق الثاني من شقي المركب الإضافي، لأن احنا عندنا مضاف ومضاف إليه، خلصنا المضاف اللي هو أصل، شرعنا في المضاف إليه وهو الفقه، وهو الذي هو
الجزء الثاني من لفظ أصول الفقه. منين؟ من لفظ أصول الفقه، مش من معنى أصول الفقه. وهذا الفقه له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، يعني له معنى معدود في ضمن المعاني اللغوية ومعنى معدود في ضمن المعاني الاصطلاحية. فالمعاني اللغوية نبحث عنها في كتب أهل اللغة وفي معاجمهم، نبحث عنها في لسان العرب، نبحث عنها في القاموس المحيط، نبحث عنها في تهذيب الأسماء واللغات، ونبحث عنها هنا وهنا وهنا. يبقى المعاني دي تبحث في كلام أهل اللغة، والمعاني الاصطلاحية تبحث في كتب أهل الشأن والفن. فمن معاني الفقه الفهم. فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، يعني فهمت. فهي أو الفقه مطلق الفهم، سواء كان للأشياء الدقيقة أو للأشياء الظاهرة. دقيقة يعني إيه؟ يعني لا يوصل إليها إلا بضرب من التأمل والتفكير. والأشياء الظاهرة التي يعرفها الصغير والكبير ويوصل إليها بلا أدنى تفكير. السماء فوقنا يفهمها الطفل، والأرض تحتنا يفهمها الطفل. فتقول فقهت أن السماء فوقنا، سليم، جملة صحيحة، وأن الأرض تحتنا، فهم فقه. وبعضهم قال بخلاف هذا، لكننا لا نريد أن ندخل في هذا المقام. العبارة والشرح على قدر العبارة إلا ما لابد منه. والفهم إيه بقى؟ هو الفهم هو وصول الذهن إلى المعنى بتمامه. يبقى الفهم هو ارتساب صورة الأشياء في ذهنك، اللي هو الإدراك، ليه معاني كثيرة. يبقى ارتسام صورة الأشياء في الذهن، يبقى هو ده الفهم. فهمت يعني ارتسمت صورة الشيء في ذهني، وصلت إلى المعنى بتمامه وكماله. طيب بيقول بقى ومعنى شرعي، يعني وله معنى معدود في إطار المعاني الشرعية. ويعني إيه معنى شرعي ومعنى اصطلاحي؟ المعنى الشرعي هو الذي يؤخذ غالبا من مصادر التشريع. يبقى هذا يكون هذا المعنى مستنبطا ومستفادا من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس أو من أحد الأدلة المعتبرة عند المجتهد القائل بها. والمعنى الاصطلاحي هو عبارة عن المعنى الذي اتفقت المدرسة العلمية عليه. يعني قالوا على سبيل المثال سنضع لفظ الأصل في مقابلة الراجح في مقابلة كذا وهكذا. يبقى اتفقت الجماعة العلمية على أن هذا اللفظ موضوع بإزاء هذا المعنى، فهذا هو الاصطلاح، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر بينهم، متى أطلق ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى عند تلك الجماعة. يبقى ده اسمه ايه؟ اصطلاحي، ملوش دعوة بالشرع. هم بيجلسوا كده في غرفة منفصلة ويتفقوا على ذلك المعنى، هذا معنى تقريبي يعني. طب المعنى الشرعي؟ لا، المعنى الشرعي مستفاد من الكتاب والسنة والمصادر الأخرى. طيب السؤال الثاني، هو الفقه ده بالمعنى ده، الفقه بهذا المعنى شرعي أم اصطلاحي؟ لا، اصطلاحي. السؤال الثاني، لماذا
قالوا وهو معنى شرعي، وهو وقالوا بأن هذا الفقه وهذا المعنى معنى شرعي. هل يفهم من هذا أن هذا المعنى مستفاد من الكتاب والسنة والمصادر الشرعية؟ لا، لكنهم نادرا ما يعبرون ويقولون شرعي وهم يريدون بذلك اصطلاحي، وليس المراد بقولهم شرعي أنه مستفاد من الشريعة، ولكن شرعي يعني الذي وضعه علماء الشريعة، وهذا على خلاف الأصل وهذا على خلاف الغالب. ونقول هذا المعنى ليس معنى شرعيا وإنما هو معنى اصطلاحي، غير أنهم أطلقوا عليه أنه معنى شرعي لا لكونه مستنبط من علوم الشريعة، ولكن لكونه الذي وضعه هم علماء الشريعة. قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب، أول حاجة عبر بالمعرفة، والمعرفة والعلم كما قلنا بعضهم يقول بأنهما سيان، المعرفة هي العلم والعلم هو المعرفة. بسيط، تقول علم زيد بمعنى عرف، وعرف زيد بمعنى علم، فالاثنان معناهما واحد. والعلم هو عبارة عن معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر. يعني إيه؟ يعني عبارة عن جزم القلب وقطعه بذلك الذي تعلق به العلم. يعني عندما نقول هو معرفة المعلوم، فمعار قال العلم هو معرفة المعلوم، والمعرفة هي العلم، والعلم في اللغة نقيض الجهل. طب والعلم بقى في الاصطلاح هو ايه؟ والله قالوا العلم في الاصطلاح هو العقيدة القلبية التي، ده بنتكلم بطريقة مبسطة يعني احنا مش علاقين يعني ابسط من هذا، التي يجزم بها القلب، هي عبارة عن المعاني التي يجزم بها القلب، حيث كانت هذه المعلومات التي يجزم بها القلب موافقة للمعلومات الخارجية، معلومات داخلية موافقة للمعلومات الخارجية مع جزم القلب بها. طيب جميل، يبقى هو ده العلم اللي هيعرفه بعد كده ويقول لك معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر. ولذلك بعضهم يقول العلم هو تصديق جازم مطابق للواقع عن دليل. هو ده اللي أنا بحاول إن أنا أعرفه بالعبارات السابقة، تصديق. الطلبة تقول لك يعني مش تصور، لا تصديق، يعني نسبة تامة أذعن لها القلب وسلم لها، تصديق جازم، تصديق يعني نسبة يا أولاد نسبة كاملة تامة يقطع بها القلب. طيب يبقى هو العلم عبارة عن ايه يا أولاد؟ تصديق.
يعني نسبة تامة مش تصور. يعني عندما أقول لك مثلا الجو الآن بارد، أي جملة مكونة من مبتدأ وخبر، هذه الجملة إذا سلم قلبي لها وأذعن لها سمي ذلك تصديقا. ولذلك يقول صاحب السلم: إدراك مفرد تصورا علي ودرك نسبة بتصديق وصي. يعني الإدراك المتعلق بالنسبة يسمى ذلك تصديقا إذا كان على سبيل القبول والتسليم، قلبك سلم لي، أنت أذعنت لي، حضرتك قابلته، يبقى إيه؟ يبقى تصديق. يبقى العلم من قبيل التصديقات يا أولاد، تصديق ده كلام الإمام الرازي، جازم يعني ها لا شك فيه ولا وهم ولا ظن، جازم يعني إيه؟ يعني مقطوع به لا تردد في القلب ولو كان نسبة ضئيلة، تصديق جازم يعني جازم صاحبه بهذا التصديق. وإن قلت تصديق مجزوم به، تصديق جازم مطابق يعني موافق هذا التصديق للواقع، الواقع اللي هو إيه؟ يعني ما هو خارج الأذهان عن دليل، يعني لا بد وأن يكون معه آلية دليل، يبقى هو ده العلم، تصديق جازم مطابق للواقع عن دليل. طب لو ما كانش عن دليل يبقى ايه؟ يبقى تقليد. فالتقليد تصديق جازم مطابق للواقع او غير مطابق للواقع. طيب جميل، يبقى هو ده العلم. هو ده العلم، هو ده المعرفة. فيها بقى كلام اكثر من هذا وتحريرات أكثر من هذا، هذا ملخصها معرفة. لكن لما ندرس المنهاج بعد 35 سنة فيها كلام تاني بقى، يقول لك والله أصل العلم ده يتعلق بالتصديقات، والمعرفة تتعلق بالتصورات، والعلم يسبقه لا يسبقه جهل، وإذا أضيف إلى الله والمعرفة يسبقها جهل، ويفضل بقى يتكلم بقى كلام طويل ويقول لك عرفته زيدا يتعدى إلى مفعول، والعلم يتعدى إلى مفعولين، علمت أن زيدا قائمة، ادي بقى كلام بقى معاك في إيه؟ في 5-6 محاضرات. لكن احنا هنا بنحاول ان احنا ايه نضع بعض المعاني البسيطة الجميلة اللي هي تعتبر ملخص العلم، بس كده نمشي كده ايه درجة 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 وبإذن الله نصل، بس عايزين الصبر. خلي بالك، خش على اللي بعدين. معرفة الأحكام، والأحكام جمع حكم، والحكم لغة هو ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، هو ده معنى الحكم. الأحكام جمع حكم، والحكم لغة هو ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. تقول الجو بارد، يعني أنت تثبت البرودة للجو، فهذا حكم لغوي لأنك أثبتت شيئا لشيء. الجو ليس ببارد، الطقس يعني، نفيت البرودة عن الجو، يبقى حكم من الأحكام. الصلاة واجبة، نسبت الوجوب إلى الصلاة. الزنا حرام، نسبت الحرمة إلى الزنا، وهكذا. والأحكام إما أن تكون لغوية يعني مستفادة من اللغة، وإما أن تكون شرعية أي مستفادة ومنشأها هو الشرع، وإما أن تكون عقلية بأن تكون مستنبطة بمحض العقل، وإما أن تكون أحكام يعني عادية بأن تكرر فعلها والعادة تثبت بمرة واحدة. طيب يبقى معرفة الأحكام، خلصنا من الأحكام. قال الشرعية، لأن الأحكام شفت الحمد لله من عند الله لغوية، وهناك أحكام عقلية
وهناك أحكام عادية وهناك أحكام شرعية. فلما كانت الأحكام متعددة أراد أن يخرج ما عدا الشرعية. كان يقول الأحكام التي هي كذا وكذا وكذا كلها غير مرادة، والمراد منها الشرعية، والشرعية يعني المنسوبة إلى الشرع، باعتبار أن الشرع هو الذي أفادنا إياها بجعل الله سبحانه وتعالى، التي صفة للإيه؟ صفة للمعرفة، يعني المعرفة التي طريقها الاجتهاد، المعرفة التي يعني معرفة الأحكام التي طريقها يعني طريق معرفتها، معرفة ثبوتها الاجتهاد. لأن الاجتهاد عبارة عن إيه الاجتهاد؟ الاجتهاد هو لغة بذل الجهد واستخراج الطاقة والقدرة التي عندك في تحصيل المراد، وفي الاصطلاح تحصيل حكم بظن. يعني ايه تحصيل حكم؟ الاجتهاد معناه ان حضرتك تحصل الحكم الشرعي تحصيلا حاصلا بالظن. فالاجتهاد ليس هو طريق ثبوت الأحكام، وإنما هو طريق لإظهار الأحكام، لأن الأحكام الشرعية موجودة، لكن الذي يظهرها للمكلفين هو المجتهد. فالمجتهد يظهر باجتهاده أحكام الله سبحانه وتعالى التي يعني هي مستبطنة في الأدلة، التي طريقها يعني عبارة عن طريق ثبوتها، ولا طريق إظهارها، لا طريق ظهورها. أما الثبوت فهي ثابتة، لأن الذي أثبتها هو الله. وأما إظهار هذا الثبوت فالذي يظهره هو المجتهد. فحكم الله سبحانه وتعالى موجود قبل أن يخلق المجتهد، وقبل أن يوجد على وجه الأرض، إلا أن المجتهد بطريقته وعلمه وأدواته وبذله لجهده أظهر لنا ما خفي على غيره من الأحكام التي طريقها الاجتهاد. والاجتهاد هو أمر ظني وليس أمر قطعي. يبقى الاجتهاد عبارة عن إيه؟ تحصيل حكم بظن، يعني تحصيل حاصل، تحصيل الحكم مع الظن به. لأن ما دام اجتهاد يبقى إيه؟ يبقى ظن يا أولاد، ما يبقاش قطع. قال: ومعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني لا يحصل معرفتها إلا بالاجتهاد. والاجتهاد هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن بذل الجهد في تحصيل الحكم الشرعي الذي يكون على سبيل الظن. طيب، يبقى طريقها الاجتهاد، يعني جاء ثبوته وظهوره بالاجتهاد، وهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. عارفين الغرض اللي هو عبارة عن إيه؟ لما الإنسان بيجي يضرب يتعلم الرماية، بيضع له عبارة عن أشكال ووجوه يضرب عليها، هذه الأشكال والوجوه التي يضرب عليها هي الغرض. فالذي يتعلم الرماية له غرض، وهو الأشكال التي يضرب فيها، يبقى دي غرض، فهو يبذل هنا جهده في إصابة ذلك الغرض، لأن الأحكام ثابتة في نفسها بدون اجتهاد، لأن الذي أثبتها هو الله، والمجتهد ليس مثبتا للأحكام، وإنما هو مظهر
لما أثبته الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يحصل لكل مكلف، وإنما يحصل لمن له أدوات وهيئة وكيفية خاصة، وهو المجتهد. فالحكم الشرعي ينقسم إلى ما طريقه الاجتهاد. المراد من قوله جاء اجتهادا، كقولنا النية في الوضوء واجبة، يقول لك كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، يبقى العلم بوجوب النية في الوضوء ده فقه وحكم من الأحكام الشرعية، وسيأتي تعريف الوجوب بعد ذلك. والفاتحة فرض، وأن الوتر مندوب، والعلم المتعلق بندبية الوتر هذا يسمى فقه. ليه؟ لأنه يشتمل على تعريف الفقه. بس خلي بالك إن المعرفة التي وقعت في التعريف ليس المراد منها معناها الحقيقي، لأن لو مراد منها معناها الحقيقي اللي هو إيه؟ تصديق جازم مطابق للواقع عن دليل لا تعارضت مع الظن. أمال المراد منها إيه؟ المراد منها مطلق الإدراك، مش المراد منها العلم، لأن الفقه من باب الظنون وليس من باب العلوم، لأن الفقه لا يكون في النهاية أمر مقطوع به مسألة، ولذلك اختلف فيها العلماء بين قائل بوجوب الوتر وبين قائل بندبية الوتر. الإمام أبو حنيفة يقول بأن الوتر واجب، والإمام الشافعي يقول بأن الوتر مندوب. فالمسألة ظنية وليست قطعية، والذي يوافق تعريف الظن هو الإدراك، ولذلك المعرفة هنا معناها الإدراك. يعني إيه الإدراك؟ يعني حصول المعنى في الذهن، سواء كان بطريق الظن أو بطريق القطع أو إلى آخره. ده تعريف يسير. وبعضهم قال المراد بالعلم هنا هو الظن القريب من العلم، وده تعريف كمان الإمام المحلي، يقول لك وأراد بالعلم هنا الظن القريب من العلم، أو التعريف الدقيق يقول لك وأراد بالمعرفة العلم وبالعلم الظن القريب من العلم. يعني إيه في ظن قريب من العلم؟ لأن المجتهد إذا نظر وتأمل واستخرج الحكم حصل له يعني ما يشبه القطع، حصل له تأكيد بقلبه من ذلك الحكم، فصار كأنه علم. ولذلك قال في النهاية طريقها الاجتهاد، والاجتهاد إنما يكون ظن. يبقى المعرفة طريقها الاجتهاد، طريقها الظن. ما هو أراد من المعرفة هنا الظن الإدراك الذي يكون إدراكا مظنونا ظنا قريبا من العلم. ده أنا بفصل لك يعني إيه بأيسر الطرق لحسن الناس تفهم غلط. طيب، ولذلك هو قال لك هو بعضهم بيقول لك فلا يسمى في ذلك، فالعلم هنا بمعنى الظن الذي هو التصديق الراجح. يبقى العلم هنا معناه إيه؟ العلم اللي هو هنا المعرفة هي العلم، والعلم هو التصديق الراجح. طيب، فهمنا احنا الحتة الحلوة دي التي لابد أن نقولها. قال هذا على مذهب الشافعي أن الوتر مندوب، وأما عند المالكية فإنه سنة مؤكدة، وأن تبييت النية، أنا بتكلم إلى هنا أحكام تكليفية، وأن تبييت يعني إيقاع النية بالليل
شرط في الصوم، بحيث إنه لو لم يوقعها في الليل يكون صومه غير صحيح. شرط يعني ما يلزمه من عدمه العدم، ولا يلزمه من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فيلزم من عدم إيقاع النية بالليل عدم الصيام، ولا يلزم من إيقاعها بالليل لا وجود الصيام ولا عدم وجود الصيام. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي وغير واجبة في الحلي المباح، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، دع مذهب الإمام الشافعي هكذا، أن مال الصبي تجب فيه الزكاة. طيب احنا نقف عند هذا عشان هناك درس آخر، وفي المرة القادمة إن شاء الله نكمل الأمثلة. يبقى وقفنا عند إيه؟ عندك العلم، هنبدأ في الحلقة القادمة، وكالعلم بأن النية في الوضوء واجبة.